النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ صلاح الدين يزور مقر قيادة العمليات ويؤكد دعمه اللامحدود لخطط الاستقرار واقتلاع جذور داعش. محافظ صلاح الدين يتابع ميدانيا تفعيل الخدمات في منطقة جزيرة غرب تكريت ويعدها بوابة للإعمار والسلم المجتمعي. مجلس محافظة صلاح الدين يصوت على إلغاء حظر التجوال في سامراء واعتبار 13 من حزيران يوما لشهداء المحافظة. وحكومة عبد المهدي في مرمى سهام الكتل السياسية والصدر يهدد بالنزول إلى الشارع خلال 10 أيام. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله. في أمان الله.